إلى العدا ومسلوب العمامة والرداء. يا غريب يا مظلوم كربلاء، كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير. فتبصر تبصر هداك إلى الحق، فليس الأعمى به كالبصير. ليس تعمى العيون لكنما تعمى القلوب التي انطوت في الصدور. يوم أوحى الجليل يأمر طه وهو سار أمر بترك المسير. أقم المرتضى إماما على الخلق ونورا يجلو دجال ديجوري. فرقا آخذا بضبع علي من برايا كان من حدود وكوري. إن هذا أميركم وولي الأمر بعدي ووارثي ووزيري، لكن من هوان الدنيا على الله بايعوه، وبعدها طلبوا البيعة من لله ريب الدهور. أو تدري ما سقوط الجنين، ما حمرة العين، ما بال قرطها المنثور. هجموا الدار وهي حسرى بمرأة، أيوة فاطمة من علي ذاك الأبي الغيوري. فاستداروا بغيا على أسد الله، فأضحى يقاد قودا أسيري، والبتول الزهراء في إثره
تعثر في ذيل بردها مجرور وهي تدعو خلوا ابن عمي أو لا أدعو للسميع البصير لو تلحظ بعيناك ثبير تزلزل ذا اقبال عيناك يعصرون بصاير البأ لا من مناد وزهراء وفاطمة لا تلحظ بعينك ثبير تزلزل ذاب وقبال عيني يعصرون بصاير البه ويلي من طحت خلف الباب من الضلع مكسور ايدي على ضلعي يا حيدر والدم يفوه والجزل يا ابو حسين بالنيران مسعور ناديتهم ردوا ولا ردوا لي جوا بعد ايش عندك يا ابو يوسف قال من طحت خلف الباب يا راعي الحمي ناديت يا فضة تعال بعجل خريت يا حامل حمام اغشي علي وقف لي الطاغي ولا اختشى منك ولا ردوا لك وقادوك يا ليث الحراي وانت الذي من باسك تموج الكته والله افعالك يا علي تراول عجاه كيف بحبل تنقاد وانت الليث بالغاء تقول غصب من الرجس حقي والانفاق والانفاد وقطع سدرة كانت اللي يضلال لطمن على عيني وما يسال ألا من مناد وزهران